جزاكم الله خيرا. ماذا يجب على المسلم أن يقرأ بعد انتهاء الصلاة غير آية الكرسي؟ وجهونا أثابكم الله. نعم، ماذا يجب على المسلم أن يقرأ بعد انتهاء الصلاة غير آية الكرسي؟ الوجوب لا يجب قراءة شيء، ولكن يستحب أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة، ويتأكد هذا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يتأكد في بعد هاتين الصلاتين وفي غيرهما من الصلوات، وهو زيادة خير وورد وذكر الله عز وجل، لكنه لا يجب. نعم.